في ايه مالك؟ انت كويسه؟ في امل؟ حاولي لي يا رب. انطقي، بابا وماما كويسين؟ الحمد لله. العيال كويسه؟ الحمد لله. طيب في ايه؟ عادي. طيب عادي. هو ادم عمل لك حاجه؟ ادم ما جاش الخطوبه. طب حصل ايه؟ اهدي، حصل ايه؟ احكي لي بالراحه كده. المشكله انه ما حصلش حاجه، كنا كويسين لحد اخر وقت، حتى كلفش خاطره يتصل بيا او يبعت لي مسج يقول لي هو عمل فيا كده ليه. هو انا وحشه؟ طب اهدي والنبي امل، ما تعديش عشان خاطري. انا جاي اقول لك انا اسف. انت كان عندك حق، انا ما بعرفش افكر ولا اخد قرارات، انا انسانه فاشله. امل ممكن ما تقوليش على نفسك كده، واحمدي ربنا اصلا ان هو كشفولك على حقيقته. الحمد لله، بس انا مش عارفه ليه كل اختياراتي غلط. اقول لك الحقيقه من غير ما تزعلي مني؟ امل انتي ما بتعرفيش تختاري، انتي فجاه بتتسرعي وما بتتعرفيش على الشخص اصلا، فجاه بتخشي معاه في العلاقه. بس عادي على فكره، كلنا بنعمل كده، كلنا بنقع في الغلط ده وبنتعلم. في الاول وفي الاخر هو نصيب. وانا يعني النصيب اللي بيجي لغايه عندي ويهرب؟ مش مكتوب لي يعني ان انا اقابل بني ادم اتسند عليه؟ كتير عليا؟ لا مش كتير عليكي يا حبيبتي، بس ربنا بيأذن ده في كل حاجه في وقتها والله، وانت تستاهلي احسن واحد في الدنيا. انا اسفه، انا كنت مستكبره ان انا اسمع نصيحتك، بس فكره ان انتوا كنتوا مع بعض زمان دي كانت مجنناني. انا نفسي اقول لك حاجه بمنظرك ده بصراحه، بس انت تستاهلي. استاهل ايه يا حيوانه؟ ايوه، عشان تعرفي في الاخر تصاحبي الاكس بتاعي. نيل انت وهو. انت ما تستاهليش بصراحه، بس انا والله العظيم يا امل حاولت افهمك كذا مره وانت غبيه. انا مش عارفه انت جايه تواسيني ولا تهزقيني. انت صعبانه عليا، بس بهزقك في نفس الوقت عادي. انا ساعات بحس ان انت الكبيره وانا الصغيره. ده كده كده. تمام. ايوه. خلاص بقى.